في بطن الأم له رزقه. نحن نرزقهم وإياكم، الله بدأ بهم. صحيح. في واحدة تانية نرزقكم وإياهم، الأولى أبلغ، نرزقهم وإياكم. ما دام الولد نزل بده عند الله رزق، لا تقلقي أبدا. طب كيف نفرق بهذا الفهم دكتور بين التوكل والتواكل؟ هنا أقصد في الجانب المالي دكتور، يعني إذا إنسان ظروفه المالية صعبة ويريد أن ينجب، كيف يكون متوكلا على الله وبنفس الوقت يأخذ في الأسباب في جانب المالي؟ يبحث عن عمل إضافي. نعم. يبحث عن عمل إضافي. جميل. الله بيرزق. جميل. وربنا بيطرح البركة حتى لو كان دخله قليل طالما يصير بالحلال. والله أعرف أشخاص دخلهم غير معقول، كل شيء عندهم بس بشكل مضبوط. يعني ممكن بالاقتصاد الله يطرح البركة، كلام مو كلام العوام، حقيقة.